نظام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة بمحافظة بني سويف ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع المواطنين لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم بشأن القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني. الحضور كان متميز جدا، ان هو ضم كل الفئات وكل الاحزاب، تمثيل للمراه وتمثيل للشباب، تمثيل للنقابات وللفلاحين واهالينا في القرى. موضوعات كتير جدا اتفتحت، افكار ومقترحات وتحديات اتناقشناها. من ضمن الحاجات دي كلها حاجات هنستفيد منها احنا كنواب، ان احنا يتم عرضها في المجلسين النواب والشيوخ. النهارده احنا موجودين في بني سويف في اطار الفعاليات اللي بتقيمها التنسيقيه من حوالي 10 ايام على هامش الحوار الوطني، من اجل الاستماع لاراء اهالينا في المحافظات وفي القطاعات المختلفه، في الجامعات، في الاتحادات، في النقابات، حتى داخل مقرات التنسيقيه في ورش العمل وفي الصالونات، اثراء الحوار الوطني بمزيد من الافكار من ارض الواقع. النهارده كان في لقاء بيضم عدد كبير جدا من المواطنين في محافظه بني سويف، تم مناقشه فيه كل القضايا اللي بتهم المواطن في بني سويف، بدايه من الصناعه مرورا بالزراعه. شارك في اللقاء ده عدد من رجال الأعمال ومن الصحفيين والإعلاميين ومن النقابات المختلفة، وكمان شارك فيه عدد من ممثلي الجامعات الأهلية والأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي.